المركز الثاني، وفي المركز الثاني عندنا اللي قادمه بالظبيان الهلال بسعيد بن هلال الظاهري اللي احتلت المركز الثاني، بينما النقلة الى المركز الثالث ليارا الشاهينية لهجن ند الشبا، وسعيد بن سالم يتابعها في عملية تضميرها وتدريبها على المركز الثالث، بينما النقلة الى رابع المراكز، وهذه مزون لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان مقدم لنا مزون يا خاطفة العيون من تتقدم الى المركز الرابع، بينما ناخذ اللي على المركز الخامس، وفي خامس المراكز تقدمت الان هذه لطمة لاسمه الشيخ زايد بن سيف بن محمد انهيان، احمد بن حميد ليديلي يتابعها في عملية التضمير على المركز الخامس، بينما في المركز السادس، في المركز السادس هذه سلهود مطر بن محمد بن علي المنصوري مقدم لنا سلهود على المركز السادس، بينما في المركز السابع، المركز السابع هذه نصيبة لسيف بن احمد بن خريد السبوسي على المركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن وتابع اللي واصل الان اشتعال لسيف بن معيوف بسيف الاكتبي على المركز الثامن، بينما في تاسع التحديات بلقى هنا النكاتة، هذه النكاتة براك بن خلف بن براك المزروعي، هذا الشعار من الظفرة قادما في معترك هذا الصباح، بينما في المركز العاشر، وفي المركز العاشر اشوف اللي تقدمت على المركز العاشر، هذه مشاهدين الاعزاء شبل لسعيد بن عبد الله بالطير العامري يتقدم على المركز العاشر، هذه هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الاولى، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات، ولكن عودة من جديد إلى المقدمة وإلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظة. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، إلى البداية الأولى، وهنا الآن الشاهينية لهجن ند الشبا، وسعيد بن سالم يتابعها في عملية التضمير والتدريب نحو مقدمة الشوط والبداية، بينما النقلة إلى المركز الثاني، وهذه الآن اللي على المركز الثاني من الجانب الآخر شعار براك بن خلف بن براك المزروعي ما على ظهر النكاتة على المركز الثاني، بينما تدخلت في هذه اللحظة هذه نصيبة سيف بن أحمد بن خريد السبوسي، بينما هناك وصلت مزون سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز اللي تقدمت في هذه اللحظة سلهودة مطر بن محمد بن علي المنصوري على المركز الخامس، بينما في المركز السادس هذه اللي وصلت هذه تقدمت اشتعال لسيف بن معيوب سيف الاكتبي، هذه المراكز الأولى، الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على التحدي وعلى الإثارة على التنافس الغوي الذي يدور نحو مقدمة هذا الاندفاع، لكن بن خريد بن خريد راح بن خريد راح إلى الفوز وإلى الانتصار، ما شاء الله
وتبارك الله يا بن خريد يقدم النصيب سيف بن احمد بن خريد السبوسي من يقود زمام الامور من يقود المركز الاول. لكن الشاهنيه رافعه رايه التهديد، هذه الشاهنيه الان وصلت 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 بشعار هجن ند الشبه، وسعيد بن سالم يتابعها في عمليه التضمير. لكن بطير بدا يطير بدا يحلق نحو الفوز والانتصار على ظهر الشبله. سعيد بن عبد الله بطير العامري يتقدم في هذه اللحظات، وهناك وصلت وهناك وصلت مزون سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاختبي. الى الفوز، روح الى الانتصار، ما شاء الله وتبارك الله على هذه الإثارة، على هذه التحديات. الشبله الشبله فزت الشبله من القبله، ما شاء الله وتبارك الله. سعيد بن عبد الله بطير العامري راح الى الفوز الى الانتصار من خلال تقدمه نحو المركز الاول. المركز الثاني هنا القادمه في هذه اللحظه العنود راشد بن هلاب بن جلبيد الهاجري في اللحظات المريره مع اللحظات الاخيره. ولكن شبله الشاهنيه لهذا الند شبه، ولكن شبله الشبله مسيطره، الشبله مسيطره. الهير الهير الهير، تهانينا وناموس لسعيد بن عبد الله بالطير العامري. المركز الثاني الشاهنيه لهجه ند الشباب، والمركز الثالث وصلت مشاهدين الاعزاء اللي هي العنود راشد بن هلاب بن جليميد الهاجري اللي احتل المركز الثالث. هذه النتيجه للثلاث المراكز الاولى. عوده للتوقيت الزمني 7:45. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار لسعيد بن عبد الله بالطير العامري.